مكان موجود في بورسعيد بيفتتح عدد من المشروعات القومية، وكان على رأسها إطلاق التشغيل الرسمي لمشروع التأمين الصحي الشامل. فاكرين؟ قال حاجة عايز أفكر حضراتكم بيها، سمعونا كده يا شباب. مبادرة دعم مرض الفشل الكلوي، وأنا بقول هنا إن الدكتورة قالت الأرقام، لكن إحنا بنقول الكلام ده اتعرض عليها من يوم ولا يومين، وكان مطلوب 18 مليون دولار عشان كامل إحلال المعدات اللي خاصة، الماكينات اللي خاصة بالفشل الكلوي تبقى متوفرة في كل مستشفيات مصر على أعلى كفاءة ممكنة بحيث إنها تأدي الدور كده. ده النص الأولاني، طب النص التاني بقى، النص التاني اللي احنا جايين نشتغل فيه النهاردة ونفتتحه النهاردة. طب بقوله ليه؟ لأن أنا حريص على نجاحه، الشق اللي الدولة مسؤولة عنه فيه احنا كدولة ملتزمين بتنفيذه، ولكن أنا بقول لكم من دلوقتي وسجلوا عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود في يوم من الأيام للموضوع التأمين الصحي الشامل، وأنا بقول لأهل بورسعيد احنا الموضوع ده مرتبط عشان ينجح، جزء الدولة بتقوم بيه واحنا ملتزمين ان احنا نقوم بيه طبقا للتخطيط والفكرة والاساس اللي اتبنى عليه التأمين الصحي، وجزء على المواطن. وانا بقول لكم كده ليه؟ عشان ما فيش حاجة تفشل، وصدقوني ما حدش في مكان ده يتناول المسائل دي كده خالص. طيب هنا الكلام على انه المشروع بتاع التأمين الصحي ده مش هينجح الا بمشاركة الناس مع الحكومة، الحكومة تدفع اللي عليها والناس يدفعوا اللي عليها، بما فيهم انه الدولة هتتحمل الناس اللي هم غير القادرين. في بورسعيد يعني انا قال الرئيس ايه؟ انه احنا هنعمل مبادرة للكشف المبكر عن امراض الكلى. احنا عندنا مراكز الكلى في مصر فيها مشاكل كتيرة جدا، والناس بتعاني من امراض الكلى. النهاردة وزارة الصحة، ده اللي انا كنت بقوله ايه؟ انه مفيش كلام عفو الخاطر الرئيس بيقوله، يعني بيتكلم كده ويقول احنا هنتجه بقى الى الناس اللي هم بيعانوا من امراض الكلى. ما كانش بيقول فكرة وهو قاعد، لا ده كان في مبادرة بيتم تجهيزها. ايه المبادرة اللي وزارة الصحة النهاردة بتعلن عنها؟ اولا المبادرة دي هيعلن عنها بداية من 2020، يعني خلاص احنا بنتكلم في حوالي ايه 20 يوم. طيب هيشتغلوا ازاي؟ هيشتغلوا بنفس الآلية اللي اشتغلوا بيها في المبادرة بتاعت 100 مليون صح. هيقسموا محافظات الجمهورية لثلاث أقسام أو ثلاث مراحل، عدد كل عدد من المحافظات في مرحلة، ويبدأوا يعملوا الكشف على المواطنين يعني اكتشاف الأمراض الكلى عشان يعالجوا الناس منها، وهيستفيدوا من البيانات اللي تم تسجيلها في حملة 100 مليون 100 مليون صح. فهنا يبقى ده دي نقطة مهمة جدا. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ المبادرة، بيتكلم عن مبادرة او بيتكلم عن المرضى الكلى، فتلاقي المبادرة طالعة. ده معناه ايه؟ انا بأكد من ده ايه؟ بأكد انه الكلام في مصر دلوقتي ما بيتقالش على طريقة ايه كله هيبقى كويس، كله هيبقى زي الفل، احنا هنبقى اعظم حاجة، لا احنا بنتكلم على كلام محدد، وبعد ايام بتلاقي المبادرة طالعة وطالع المواعيد بتاعتها وطالع الناس هتشتغل عليها ازاي.